عيوني ما تشوفه رحاب قلم سعود الجوزه 700 ريال قلم سعود الجوزه لا لا اغرى من هذا اغرى من يلا اركبه اركبه يا رجل الشيخ اللي عليه ديون الله هو النفس الله هو النفس سلام يا شيخ الله هو النفس هذا شيخ 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 عندي قصيدة ودي اقولها لك قدم معروف استرح استرح والله اني اعطيته قصيدة اعطاني فرح على موت فرح انا يا شيخ عندي قصيدة وعندي طلب بيعطيك تبين انا ابدا نبدا بوش طيب عندنا سيف نبغاها كلها خلها كلها احلى محلى محلى عندي قصيدة وعندي ابو مش اسلم عندي قصيدة وعندي طلب اسلم طلب اختار انت تبي منها انت تسخن انت ما ادري انا اتذكر قصيدة قاعد تروق قبل تبدا دول قصيدة اركب على حسب يا ذا الجلال العالي وذا الجبروت يا عالم بقدار واسرار العبيد اجعل لي بختم مع كبيرين البخوت وسدد لساني مع حل الراي السديد فالشعر يا كم غصت بحر صدت حوت تجمعت سباح بحر وحر صيد ما يفوتني اللي على غيري يفوت ولا حب عيد ان قالوا الجمهور عيد شاعر فحل مداني الشعر الكيوت اللي يعصدونه مع الصت العصيد احاول اقلب افكاري بالريموت واحاول اطرح شيء في سمعك جديد لانك بمن تزهابك اجداد البيوت ولانك بمن يسمو بهامات القصيد انت حفيد اللي عطى الرايه ثبوت الله يبيحه والله ان الحفيد ما عليك ثلاث سود نبدك لا اطلبي يا طويل العمر طلب بسيط استري حب اعلمك فيه يونيفيرس اطلبي يا طويل العمر والسلامة انا رجال لابس اليوم بدلة طيب وابي العب ما عليك زود الله يسلمك طول عمرك ولا على عصبتك زود الله يعصب ايامك وابي لعبة وابي اكتامر الشباب انهم ينفذونها قلت تم ومسك السيف الاملح اللي ما ينفذها طعنه تسلم شيء ابي ابعد له ابعد العشره اللي تجي عليها العشره استريح استريح ابعد له العشره استريح اللي تطيح عليها العشره يغمض وحنا ننحاش واول واحد يحل يسلم من المحكمه هذا امر اول واحد يحل وش يعني يجي في الحليله تم 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 حقره بقره قال لي عمي عد العشره 1 2 3 4 5 6 7 انا ما معهم انت ما تمحهم ولا مره ثانيه انا الشيخ دقيقة هو العشرة يوقف عند من؟ لا 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 كمل على نفس عده عمار انت العشرة توقف عندك؟ حطها يمين واليسار يا عمر هداه يلا يلا حقرة حقرة قايلين قصيدة لا حقرة بجيب الكاسة بجيب الحلوية حقرة ذيب حقرة ذيب قال لي عمي عد العشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وقفت يا رجال على ذا ولا انت بعاصي النمري غمض طيب انت فيكم المرقبه ذي لا عشان شيخ خلي الرجال قول للرجال يغمض احنا نسميها غميضات وانتم وش تسمونها انت تامر امر يا ابو جابر اللي انت تبغينا فيه عمر وين تسميها غميض تبغينا نذبح الرجال لا ما بحب حبشه والله حبشه ها اللي يغمض ونندس اي حبشه خلاص اسمع يلا قم غمض والشيخ ما يندس انا مندس الشيخ مندس احنا نسميها غميض يلا قم غمض عند السراج وعد لين عد لين 50 يا عيال اسمعوا يا شيخ اول واحد يحل انت الحكم انت الحكم ابابا ابابا بالله شغلنا اغنيه طاق طاق طاقيه احنا بنندس و نندس اي والشيخ هو الاول حكم يلا اذا شغل ابابا الشارع عد لين 50 انخش في اي مكان في اي محل ورا المركه وفوق السطح في المهم ترجع كامل اول واحد يجي مكان علي اللبدان خلاص ما يحق لعلي اللبدان اول واحد يدخل المجلس كذا يلا دقيقه بجيك يلا عد خلينا اباضه شغل الشارع يلا اباضه